الدين يدخل في جميع تفاصيل حياتنا. اليوم يوم جديد على ابني حسين لأن كمل 15 سنة. يعني أنت انتقلت من مرحلة الطفولة إلى مرحلة التكليف والرجولة. الالتباس في فهم أمور الدين قضية أزلية. إيه حسين، عندك أسئلة بموضوع الوضوء؟ إيه عمو، الترتيب والموالاة المباشرة يجب ملاحظتها بالوضوء، بس أنا مو واضح عندي. والنعمة الكبرى هي الصلاة، كل يوم نغسل ونطهر أنفسنا وأجسادنا من آثار الاستعانة بغير الله. فتاوى مراجعنا العظام أجابت على كل تساؤلات الناس. التقليد هو أن ترجع إلى فقيه فتطبق فتواه، فتفعل ما انتهى رأيه إلى فعله وتترك ما انتهى رأيه إلى تركه. تفضل بابا، هذا ماء مطلق وهذا ماء مضاف. منهاج الصالحين من أكثر الكتب إحاطة بقضايا العبادات والمعاملات، يأتيكم لأول مرة بإطار درامي تعليمي من خلال مسلسل طريق الصالحين. بيوم إخراج الخمس تجردين الفائض من الحاجة السنوية وتدفعين خمس الأشياء نفسها أو تقدرين قيمتها وتدفعين خمسها. تدري إمامك علي عليه السلام شو يقول؟ عليه السلام يقول: تزوجوا فإن التزويد سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من خرج من ذل المعصية إلى عز الطاعة آنسه الله عز وجل بغير أنيس وأعانه بغير مال.
عليكم أبو علي. وعليكم السلام. علاوي شلونك؟ شلونك انت؟ شوي أمي اسم الله عليكم كانت مريضة فبقيت هنا. تعال تفضل خمطوب نقعد بالحديقة. شوفك اليوم شايف كتاب بيدك فهمني. تفضل ما نحكي لك. هذا علي هو وحسين قاعدين بالحديقة. ماما ذكريني اليوم العصر اروح اسال على ام علي. البارحة من حكيت وياها بالتليفون ما عجبني صوتها حسيت فيها مريضة. إن شاء الله ماما. تدرين ماما زيارة المريض قد كبيرة عند رب العالمين. عن الإمام الصادق عليه السلام من عاد مريضا شيعه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يرجع إلى منزله. كل هذا الدار بينكم البارحة قدرت تحفظ كل هاي المعلومات؟ تعرف شلون قدرت أحفظ هاي المعلومات بذاكرتي؟ شلون؟ لأن أنا قرأت بالكتاب اللي هدالي يا بابا وبعدين راجعت كل ما قرأته. وكل شيء أمي مو واضحة سألت عنها والدي. بعد عن شنو حكيته؟ سألت والدي متى يتحقق البلوغ عند الإنسان. البلوغ؟ إيه سألته. يعني البلوغ عند الذكر إيش وقت يتحقق؟ يتحقق البلوغ في الذكر إذا توفرت إحدى العلامات الثلاث. الأولى أن يمضي 15 سنة قمرية من عمره، والثانية أن يخرج السائل المنوي منه، والثالثة أن ينبت الشعر الخشن على العانة، والعانة هي أسفل البطن. أما في الأنثى فيتحقق إذا أنهت 9 سنين قمرية من عمرها. بابا أنا عندي هواي أسئلة وأنت أكيد عندك الفكرة شلون راح تفهمني المسائل بالكتاب صحيح؟ أكيد بابا، وراح أبدو وياك من البداية، وهو باب التقليد اللي راح يحدد معالم ما سنطبقه من فقهنا إن شاء الله. حسين أنا ولدت بالشهر 9 يعني هسه أنا أكبر منك 5 أشهر أو 6 أيام بالضبط. أنت حاسبني بالضبط؟ تعرف ليش؟ ليش؟ لأن أنا البارحة كملت 15 سنة قمرية يعني بلغت، وفكرت إنه أنت المفروض بلغت قبلي 5 أشهر و6 أيام. وضح لي أكثر شنو البلوغ؟ علي البلوغ أن تكمل 15 سنة قمرية يعني تتحول من مرحلة إلى مرحلة أخرى، مثل واحد ينجح من السادس ابتدائي ويروح إلى المتوسط. وشنو المفروض تغير بهاي المرحلة؟ يعني أنا قبل يوم وين كنت طفل وما علي أي تكليف، لكن اليوم أنا رجال والله سبحانه وتعالى أمرني بأوامره وخلاني نواهي لازم أنتهي عنها. السلام عليكم. وعليكم السلام. استريح 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 استريح. بابا علي شلونك؟ بيجي تتناقشون؟ بابا نسولف بالفرق بالعمر بيني وبين علي. ليش اكو بيناتكم فرق؟ اي بابا 5 أشهر و6 أيام، علي أكبر مني. اي والله صحيح. الله يرحمك أبو علي. اجى بشرني اول واحد وقال اجاني ولد سميته علي على اسم امير المؤمنين. الله يرحمك ابو علي. هاي شلون فاتت مع هذا ابني علي؟ انت تحب تكون ويا اخوك حسين؟ لان احنا راح نحاول نفهم الرساله العمليه، والباقي اترك حسين يفهمك علي. اي بابا انا راح اشرح له. انا اشكرك عمو، ان شاء الله انا راح اضل ويا حسين اذا ماكو اي ازعاج. ماكو اي ازعاج، انت مثل ابن حسين، وهسه راح اخليكم براحتكم. ما قلت لي وين رايحين اليوم؟ اليوم كلش انقهرت، شفت علي ابن جوارينا صديق حسين. وشنو اللي قهرك ابو حسين؟ نسيت هو اكبر من حسين ب5 أشهر وما حد ذكرني. انت تدرين والده الله يرحمه وصاني علي قبل اللي يتوفى، وكان المفروض اقوم بالواجب واجيب نفس الاشياء اللي جبتها لحسين، وهذا اقل واجب. وبعدين انا لازم اوضح له انه يقضي الواجبات اللي عليه
من صلاة وصوم وغيرها من الواجبات. الله كريم أبو حسين، لا تقهر نفسك، إن شاء الله ما تقصر وتعوضه. هسا نجيب له مثل الأشياء جبتها لحسين ويتدلل. لعد إحنا المرة رايحين للسوق، هو على مود أشتري له هدايا. نبدأ بموضوع التقليد اللي هو مبحثنا اليوم، أريد أنطل ابن علي وابن صديقي الله يرحمه هاي الأشياء، أرجو أن تقبلها مني، ومثل ما جبت لحسين جبت لك، فأرجوك تقبلها. أشكرك عمي. اللهم صلي على محمد وآل محمد. وهسه خلي أبدي أشرح لكم شنو التقليد. نتوكل على الله. نتوكل على الله. التقليد هو أن ترجع إلى فقيه فتطبق فتواه، فتفعل ما انتهى رأيه إلى فعله، وتترك ما انتهى رأيه إلى تركه، من دون تفكير وإعادة نظر وتمحيص، فكأنك وضعت عملك في رقبته كالقلادة، محملا إياه مسؤولية عملك أمام الله. ولماذا نقلد؟ تعرف يا بني أن هناك الكثير من الأوامر والنواهي في الشريعة الإسلامية، منها ما يجب عليك فعله ومنها ما يجب عليك تركه، وبين هذا وذاك أمور كثيرة لا يسعك فهمها وإدراكها، وبما أنك لا تستطيع أن تفهم كل شيء وتستخرجه من القرآن والسنة النبوية وأحاديث الأئمة عليهم السلام، فيتوجب عليك أن ترجع إلى أهل الاختصاص. هذا الكلام ذكرني بمثال الوالدي الله يرحمه، قال من يمرض الإنسان وين يروح؟ أكيد للطبيب. وسألني نروح لأي طبيب لو نختار الأفضل؟ طبعا نروح للطبيب الأفضل من بين كل الأطباء. نروح للطبيب الأفضل لأننا نضع أرواحنا بين كفيه، لذا علينا أن نحذر ونميز ونتحقق من هذا الاختيار. وكيف نعرف أن هذا الرجل هو أعلم الفقهاء؟ دعوني أسألكم، كيف نعرف أن هذا الطبيب أفضل الأطباء وأكثرهم خبرة ودراية؟ من خلال سؤالنا للمهتمين بشؤون الطب العارفين به، ممن لهم علم وخبرة أو تعرفه لشهرته بين الناس وبيوع اسمه في هذا الحقل العلمي. بارك الله فيك يا علي. بالضبط، وهكذا أيضا تعرف الفقيه أو الفقيه الأعلم، تسأل شخصا ملتزما بالواجبات تاركا للمحرمات، ثقة تتوفر فيه القدرة والمعرفة والعلم والعدالة والخبرة على تمييز المستوى العلمي للأشخاص، أو يشيع ويشتهر بين الناس فقاهة أو أعلمية بين سائر الفقهاء، بحيث تجعلك تلك الشهرة متأكدا وواثقا من فقاهته وأعلميته. وهل هناك شروط أخرى في من يجب علينا تقليده عدا شروط الفقاهة؟ نعم، وهي أن يكون رجلا بالغا عاقلا مؤمنا عادلا حيا غير ميت طاهر المولد، أي أن تكون ولادته تمت وفق مقاييس شرعية، وأن لا يكون كثير الخطأ والنسيان. طيب هسه احنا عرفنا شيء عن التقليد، ما المفروض علينا أن نفعل؟ عليك أن تقلد أعلى فقهاء عصرك وتعمل بما يفتي في شؤونك المختلفة، في أحكام وضوئك مثلا وغسلك وتيممك وصلاتك وصومك وحجك وخمسك وزكاتك وغيرهما، كما تقلده في معاملاتك في أحكام بيعك مثلا وشرائك وحوالتك وزواجك وزراعتك وكثير غير ذلك. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله ورسوله؟ لا ماما، الإيمان بالله ونبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإمامة الأئمة الاثنى عشر عليهم السلام والمعاد، هذه أمور لا يجوز التقليد فيها، فهي من أصول الدين، فلا يجوز التقليد في أصول الدين، بل يجب على الإنسان الاعتقاد فيها اعتقادا لا شك فيه. عفية بنتي، الله ينور دربك. لو قلدت الأعلم ولم تكن له فتوى في مسألة تخصني، أو كانت له فتوى ولا يسعني استعلامها، ترجع إلى الأعلم من بعده، أي من يتلوه في العلم من الفقهاء. وإذا كان الباقين متساوين
عمو شلون؟ ترجع إلى من كان أورع من غيره، أي أكثر تثبتا وحيطة في الرأي الذي يتخذه والفتوى التي يصدرها. وإذا تساوى بالورع؟ يمكنك حينها أن تطبق عملك على فتوى أي منهم، إلا في بعض الحالات المعينة حيث يجب فيها أن تعمل بالاحتياط، وسنشرحها لاحقا إن شاء الله. والحمد لله، أعتقد هسه صار وقت الصلاة، خلي نقوم نصلي وباشر نكمل إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا وارث آدم.